فكلام أكيد كتير أكيد جدا هنتكلمه مع ضيوفنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا عارفين طبعا مباراه طلائع الجيش ان شاء الله يوم السبت مباراه مش سهله. احنا عارفين طبعا مباريات دايما نهائي وخاصه نهائي الكؤوس بتبقى مباراه صعبه مهما كان المنافس. كل الاحترام طبعا لنادي طلائع الجيش، قدم مباراه جيده مع نادي الزمالك، لكن دايما المباراه النهائيه بتكون ليها طباع خاص وليها ترتيبات خاصه وليها ظروف خاصه جدا، خاصه ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ناوي يحسم ان شاء الله الثلاثيه. خدنا بطوله الدوري يمكن قبل نهايه الدوري بسبع اسابيع، البطوله الغاليه الكبيره جدا البطوله الافريقيه، يعني بطولة غالية علينا كلنا، وإن شاء الله بطولة الكاس تكون الثلاثية، ولسه المشوار متواصل، عندنا الرباعية السوبر وعندنا السوبر المصري يبقى الخماسية، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون موسم أكتر من رائع للنادي الأهلي نحصد بيه كل البطولات. خلينا أعرف حضراتكم الأول بضيوفنا النهاردة، هيكون معانا في الفقرة الأولى الناقد الرياضي عمر البنوبي، واللقاء يتجدد طبعا كل اسبوع، هنعرف فيه تفاصيل، وبوعدكم ان انتم هتشوفوا فقره يعني ممتازه فيها كواليس رائعه، فيديوهات اول مره تعرض مش على الشاشه المصريه بس يمكن على الشاشه العربيه، كواليس كتيره جدا هنتكلم مع عمر فيها على الكره الافريقيه والعالميه، ان شاء الله تكون فقره مميزه. وكمان هيكون معانا في الفقره الاخيره اثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار جدا، الفقره الحواريه هتكون من جيل تاريخ للنادي الاهلي، طبعا الكابتن مدحت رمضان. كابتن مدحت رمضان من الكباتن الكبار جدا اللي شاركوا خمس سنين مع النادي الاهلي، شارك في بطولات كتيره جدا على مستوى فني اكتر من رائع، مهاجم هداف، هنتكلم معاه كمان مع ضيفنا المتميز دايما الكابتن محمد حشيش. ان شاء الله نستمتع بحوار رائع مع نجومنا في الاجيال الذهبيه وكمان مستقبل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه باذن الله. واكيد كمان برضو يعني بطبيعه الحال بتمر على ذكرياتهم الجميل مع البطولات دي أكيد.